أهلا بكم مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذه المتابعة الإخبارية الخاصة، هذه المتابعة الإخبارية الخاصة بفاجعة حريق الحمدانية في محافظة نينوى التي قتل بسببها مئات ما بين قتيل ومصاب ومفقود على إثر نشوب حريق في إحدى قاعات الأعراس في قضاء الحمدانية التابع لمدينة الموصل بمحافظة نينوى، فكونوا معنا. إذن مشاهدينا الكرام، في هذه المتابعة الإخبارية الخاصة بفاجعة حريق الحمدانية نبدأ أولا من ضيفنا عبر الهاتف أحمد الجميلي. مرحبا بك أحمد، هل تسمعنا؟ مرحبا، حياكم الله. نعم أهلا بك. بداية لو تضعنا في آخر المستجدات في مستجدات الوضع في محافظة نينوى عموما ولا سيما في قضاء الحمدانية وما حصل هناك في قاعة الهيثم حيث وقع الحريق. نعم طبعا، هي آخر المستجدات هو تم دفن جثامين ضحايا الحريق الذين قتلوا يوم أمس بالحريق الكارثة الذي ممكن أن نصف ما حصل يوم أمس في قاعة الهيثم في الحمدانية بأنه كارثة بمعنى الكلمة. هذه الكارثة كانت نتيجة لوضع مئات العوائل داخل بناية غير صالحة وتفتقر لأبسط مقومات الأمان والسلامة. القاعة أحمد جميلي فقدنا الاتصال به، إذن سنعود إن شاء الله به بعد قليل. نرحب أيضا بضيفنا في الاستوديو الدكتور جاسم الشمري، كاتب والباحث السياسي، حياكم الله دكتور جاسم. إذن في هذه الفاجعة حريق قاعة الأعراس بقضاء الحمدانية دكتور، يثير غضب الشارع العراقي بعد كما تعلمون تكرر مثل هذه الحوادث في الأعوام الماضية، كما تذكر مستشفى الحسين مثلا، هذا ما يعلق في الذاكرة، ابن الخطيب، حادثة العبارة أيضا في المحافظة نفسها في مدينة الموصل. هل يمكن إعفاء الحكومات عن تحمل المسؤولية فيما حدث عن هذه الحوادث ولا سيما هذه الحادثة الأخيرة؟ نعم، شكرا لكم، تحية لكم ولمتابعيكم ولضيوف الكرام. أعتقد بداية نقدم أحر التعازي لأهلنا في الحمدانية على هذا الحادث المؤلم حقيقة والفاجعة التي آلمتنا كثيرا ليلة أمس، ويعني حاربت النوم، وذلك لأننا شعرنا بأن القضية هي تمس أي مواطن عراقي كونها يعني فاجعة بمعنى الكلمة. حينما تنقلب السعادة إلى تعاسة والفرح إلى ترح والتهاني إلى تعازي، هذه قضية مؤلمة و يعني مزعجة جدا. حينما نتابع الصور الأولية للحادث حقيقة شيء مؤلم، ونتابع أنه خلال أقل من دقيقة يعني احترقت الخيمة التي هي رتبت على شكل قاعة، هي قاعة الهيثم في الحمدانية، وبالتالي هذه القاعة تفتقر إلى أبسط مقومات السلام العامة ومنظومات الإنذار والأطفاء. ثبت يعني بحسب الأقوال، وعليه يفترض حينما نريد أن نحلل هذه القضية. أظن أنه هنالك العديد من الجهات ربما هي المسؤولة عن هذه القضية، وربما في البداية هي الحكومة المحلية في الموصل ممثلة بالدفاع المدني والبلدية، على اعتبار أنه تم ترخيص هذه القاعة لتكون مكانا لتجمع عشرات أو مئات المواطنين، ويفترض في ضوء هذه الحالة أن يكون هذا المكان ملائما لتواجد هؤلاء عبر توفير منظومات حماية. مسؤولية الأولى إذن عفوا الدفاع المدني كما تفضلت هم البلدية المحلية في الموصل ممثلة بالدفاع المدني في الموصل
والبلدية على اعتبار. سأعود إليك دكتور نعم. عذرا نعود إذن مرة أخرى السيد أحمد الجميلي الصحفي، مرحبا بك مجددا. يعني كنت قد سألتك أن تضعنا في آخر مستجدات الأوضاع هناك في نينوى، وتحديدا حيث مكان الحادث أو الفاجعة في قاعة الهيثم بالحمدانية حيث وقع الحريق. تفضل سيد أحمد. نعم، يعني أبدأ من الحصيلة الأخيرة التي صدرت عن وزارة الصحة العراقية بعد أن تم التأكد من ضحايا 93 شخص قتلوا حرقا في القاعة، بينما الحصيلة النهائية مرشحة بقوة للزيادة وقد تصل لأكثر من 130 أو 140 ضحية قضوا بحادثة الحريق، ذلك لأنه لحد هذه اللحظة هنالك عشرات المفقودين بينهم نساء وأطفال، يعتقد أنهم أنه تحولت أجسادهم إلى رماد بسبب شدة الحريق الذي طال كل قاعة الهيثم التي كانت تجري فيها مراسم العرس. وأكثر من 300 يعني مصاب أيضا السيد أحمد. نعم بالتأكيد، حتى المصابين نصفهم كما صرح مصدر في صحة وصل، نصف هذه الإصابات هي إصابات خطرة وقد تفضي إلى موت هؤلاء المصابين، لأنه كما تعلم غالبية المستشفيات العراقية غير مهيئة لاستقبال المصابين بالحروق، وعادة ما يتم وفاة المصابين بالحروق في المستشفيات العراقية لأنهم لا يمتلكون ردهات خاصة لتقديم الرعاية الطبية للمصابين بالحروق. إذا ما علمنا من أن الإصابات وكما أشرت إصابات شديدة وخطرة للغاية. أيضا يعني حتى الآن هل توجد إحصائيات جديدة حتى هذه اللحظة عن المتوفين والجرحى، لا سيما أن محافظ نينوى كان قد صرح من قبل بعدم وجود إحصائية دقيقة حتى الآن، وهل تعتقد أنه قد يتكتم عن الأعداد الحقيقية الآن؟ نعم صحيح، هنالك فوضى في عملية الإصلاح عن الحصيلة الحقيقية لعدد الضحايا، هنالك حصيلة تبنتها وزارة الصحة وحصيلة أخرى تبنتها وزارة خلية الإعلام الأمني، حيث قال اللواء سعد معن من أن حصيلة القتلى هي 93، وأيضا وزارة الصحة أشارت إلى نفس الحصيلة، بينما المصادر الطبية من دائرة صحة نينوى كانت قد أكدت من أن عدد ضحايا الحريق هم أكثر من 100 ضحية، وما زالت عملية التعرف على الجثامين التي تحولت إلى هياكل عظمية محترقة، ما زالت عملية التعرف عليهم جارية، وقد تلجأ اللجان الطبية إلى عملية الفحص بطريقة تحديد الـ DNA من أجل معرفة هوية هؤلاء الضحايا. قبل قليل قال ضيفنا دكتور جاسم الشمري أن المسؤولية تقع في الدرجة الأولى على الحكومة المحلية في نينوى ممثلة بمديرية الدفاع المدني والبلدية. الآن مديرية الدفاع المدني ذكرت أن أبواب الطوارئ كانت مغلقة، هل يمكن إذن أن تتجه التحقيقات لشبهة جنائية مثلا وفق المحققين في مكان الحادث؟ يعني من المضحك الحديث عن أبواب طوارئ في هذه البناية، هذه البناية لا توجد فيها أبسط مقومات السلامة، البناية كان فيها مدخل واحد وكان فيها باب صغير جدا خلف البناية كان مخصص لعمليات الخدمات الخاصة بالبناية، ولا توجد في البناية أي أبواب طوارئ أخرى لأنها عبارة عن طابق واحد مصنوع من مادة الساندويش بانل وكذلك الايكوبوند، وهي مواد شديدة قابلة للاحتراق وسريعة الاحتراق في الوقت ذاته،
بينما يعني البناية كانت خالية من وسائل التنبيه على المبكر للحرائق وأيضا الطفايات المخصصة لإطفاء الحرائق. يعني كل هذه المعلومات تؤكد من أن هنالك تقصير وتقصير كبير من قبل الجهات المسؤولة عن إنشاء هذه البنايات، وهي حالة يعني عامة موجودة في العراق. هنالك إحصائية للدفاع المدني في العراق من أن هنالك أكثر من 3000 حريق حصل في عموم العراق خلال العام الحالي، وكل هذه الحرائق كانت بسبب عدم توفر وسائل السلام وشروط البناء الصحيح للبنايات. غالبية البنايات للأسف في العراق تفتقر لوسائل السلامة ولا توجد فيها منافذ للطوارئ. شكرا جزيلا لك الصحفي أحمد الجميلي، حدثنا إذن عبر الهاتف. ننتقل الآن إلى ضيفنا عبر سكايب الأكاديمي والباحث السياسي دكتور حامد الصراف. مرحبا بكم دكتور حامد معنا. أهلا وسهلا، شكرا جزيلا. حياكم الله دكتور. هناك من سيقول إن ما حدث هو يعني نتاج حكومات سابقة لينأى عن المسؤولية، أعني في هذه الحكومة الحالية، وقد بدأ فعلا يتسرب من مصادر حكومية عبر موالين للحكومة الحالية عبر وسائل التواصل الاجتماعي مثل هذه التسويغات أو التبريرات. هل برأيك هذا مقنع؟ في البداية عزيزي شكرا جزيلا على الاستضافة الكريمة، تحياتي لك ولضيفك الكريم ولجمهور المتابعين الأعزاء. في البداية لا يسعنا إلا أن نقدم يعني أحر التعازي لذوي الضحايا والشفاء العاجل للمصابين في هذه الفاجعة الأليمة الحقيقة، ولشعبنا ولأنفسنا ولكم جميعا الحقيقة. هذا مصاب أليم حقيقة لا يمكن وصفه الآن، ولا يمكن الحقيقة معالجته لا بكلمات ولا ب إجراءات الآن أصبحت كلها ترقيعية أمام حجم الكارثة اللي والفاجعة التي يعني يعاني منها الشعب من ناحية نفسية ومن ناحية فقدان أعزاء على عوائل في الحمدانية في نينوى وفي عموم العراق الآن. هذه الفاجعة الحقيقة ليست الأولى ونتمنى أن تكون الأخيرة كما حدث، وأن تحدثنا في فواجع أيضا على قناتكم الموقرة في تغطية كانت لمستشفى ابن الخطيب ومستشفى الحسين في الناصرية. هذه الحقيقة الكوارث الآن بإحصائية بسيطة جدا نمر عليها، هناك حرائق الآن إحصائية معينة أحصت 55,000 حريق في العراق خلال عامين فقط. 55,000 حريق صغير وكبير بفواجع وبفقدان أعزاء وفي تلف لممتلكات، وفي طبعا منها عدد كبير أنا لا أشك في أن يكون هناك قصد عمدا، لا يكون هناك فاعل وراء هذه الحرائق لأسباب كثيرة، منها الفساد، منها التغطية على سرقات، ومنها التغطية على وثائق مزورة في بعض خصوصا الجهات الرسمية، ومنها انتقام، ومنها تصفية حسابات، ومنها وكلها هي الحقيقة تنضوي تحت يافطة واحدة هي فقدان الأمن والسلامة في العراق. لا يوجد أمن، لا يوجد أمن. السبب رئيس نعم دكتور هو يعني عدم توافر هذه الشروط اللازمة بإجراءات الأمن والسلامة كما تفضلت، وحتى البناء إجراءات أبسط مستلزمات البناء. طبعا لأنه مثل ما تفضل التقرير يعني هذه بنايات الحقيقة ما يسمى ساندويتش بانل اللي هذه سريعة الاحتراق ولا يعني مثل ما يقال تحمل حتى أبسط مقومات السلامة والأمان اللي ممكن أنه فعلا أن تقاس به كبناية، يعني لا في الشتاء ولا في الصيف ولا في كل فصول السنة، لذلك احتراقها سريع. زائد هناك أنا قلت أيضا وهذه الشكوك الآن ما زالت تدور تحوم حول إن كان هناك فاعل لهذه العملية، خصوصا أنه العملية الآن الوضع العراقي الحقيقة من ناحية سياسية من ناحية أمنية يمر بأصعب وأعقد المراحل نتيجة الصراع الإقليمي الدولي على الساحة العراقية، فتوقيت مثل هذه العمليات لا يمر بدون
شكوك الحقيقة وبدون تفحص لي وتفحص لي أسباب وتداعيات هذا العمل. التداعيات ستكون كبيرة جدا، وأنا الحقيقة أنتظر يعني سماع التصريحات. معظم المسؤولين معظمها مخيبة للآمال، معظمها لا تنم عن مسؤولية عالية، فقط هي تعزية ومثل ما يقال مواساة ويعني تصبير أو تهدئة الأوضاع. لكن الحق يقال أنه الشعب العراقي أصبح فعلا فاقد للثقة لكل مقومات الثقة بهذه الطغمة الفاسدة، لأنه هي تقف وراء هذه الكوارث التي تمر بها. لأنه أنا أيضا سمعت، وهذا هذه الحقيقة خبر أعتقد من مصدر موثوق، أنه البناية نفسها هذه ممنوعة عليها تحفظ، يعني معاقبة بسبب خروقات الأمنية وشروط السلامة. فإذا كان هناك فعلا عقوبات على هذه البناية وصاحبها واللي هرب إلى شمال العراق، هذه قضية الآن يجب أن نتوقف عندها. إذن لماذا سمح في استخدام هذه البناية لعرس تقريبا جمع حدود 1000 شخص من عوائل بريئة؟ لا يمكن فعلا أن الآن نرمم مشاعر وأحزان هذه العوائل التي فقدت أعزاء عليها. أرجو أن تبقى معنا أيضا دكتور حامد الصراف. أعود إليك يا دكتور جاسم، كنت تتحدث عن من يتحمل المسؤولية. نعم دكتور تفضل. نعم، يعني ذكرنا الأطراف يعني التي عليها شكوك بالمسؤولية، ذكرنا حكومة المحلية الدفاع المدني بلدية التي أعطت الترخيص لمكان غير مهيئ لمثل هذه المناسبات. وأيضا أعتقد أنه ربما يقع اللوم على صاحب أو أصحاب القاعة وأيضا على الحضور. يعني حينما نتكلم، يعني نحن يفترض أن نتكلم بمنطق وموضوعية. تابعنا صور أولية لحادث ورأينا أنه تم استخدام الألعاب النارية داخل قاعة، والقاعة كما تعلم جنابك هي قاعة مغلقة، والألعاب النارية يفترض بها أن تكون خارج الأماكن المغلقة حتى لو كانت من الكونكريت. فكيف لو كانت من مادة هي خيمة؟ أنا الذي توصلت له أنه نحن أمام خيمة رتبت بشكل ثابت لتكون قاعة للمناسبات. وبالتالي الصور الأولية أظهرت، وشهادة أحد الناجين اليوم خلال دقيقة احترقت الخيمة كاملة، وبدأت حمم النار تهبط على المتواجدين. وبالتالي حينما نتابع الصور ورأينا أنه في ذات اللحظة تم إشعال عدة يعني شعالات نارية داخل القاعة في نفس الوقت، واحترق السقف مباشرة. إذن القضية أعتقد أنه يمكن أن نقول أنه الأطراف الثلاثة هي متهمة أو مشتركة في الجريمة. يعني الحكومة المحلية، أصحاب القاعة لأنهم لم يعني يرتبوا القاعة، وأيضا الحضور لأنهم يعني لم يأخذوا بالطرق الآمنة للاحتفال. أنا ذكرت مثلا في مقال قادم لي على العادات العراقية وأثرها في يعني تخريب الفرحة العراقية. مثلا حالة المواكب الزفاف، ما نجد موكبا إلا ما ندر أطلقات نارية، يعني يحترم قوانين وأنظمة المرور في الشوارع، وكأنه ينقلب إلى سباق سيارات وليس إلى مجرد زفة من مكان إلى مكان. أيضا الشيء الآخر قضية الإطلاقات النارية العشوائية. في العام الماضي 2022 الحكومة ذكرت أنه العراق فقد أكثر من 60 شخص بسبب هذه الإطلاقات النارية غير يعني بسبب المناسبات هذه. نعم يعني العشوائية. تعرف أنه العراقيين في المناسبات السياسية والرياضية وغيرها نجد هذه العادات الحقيقة المخجلة التي لا نعرف ماذا يقصد بها. ثم ما معنى أنك تدعو الناس إلى
مناسبة معينة ثم تبدأ بإطلاق النار، هل هو حرب على المجتمع؟ ما معنى أنه بموت فلان وفلان يعني يتم إطلاق النار من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة؟ هل هو يعني حرب على رب العالمين لأنه يعني كتب لفلان أن يموت في هذا اليوم؟ لكن المسؤولة أيضا تقع الحكومة بالجانب التثقيفي الإعلامي بهذه الأمور، حتى الداخلية ممكن أن تتخذ إجراءات. نعم، على جانب مهم هنا يمكن أن نقول هو ضرورة أن يكون سن قوانين ضابطة لهذه العادات غير الجيدة. صحيح. هذه القوانين تكون رادعة، تعلم جنابك أن الدولة لا يمكن أن تكون فوق كل مواطن شرطي يراقب حركات وتصرفات هذا المواطن، وبالتالي يمكن للقانون العام أن ينظم هذه الأمور عبر يعني العقوبات الرادعة والعقوبات غير القليلة، يعني لا يعني يفترض أن تكون عقوبات قوية حتى لا يفكر العابثون بسلامة المجتمع أن يعني يذهبوا إلى هذه الأفعال. هذا الحادث ربما، وليس ربما وإنما هو مؤكد، بسبب طيش بعض الحاضرين، ثلاثة أربعة من الحضور لم يفكروا، وكانت نوع من التباهي والتعرف هذه العادات موجودة في مجتمعاتنا أمام الرجال والنساء والحضور، وكأنه يريد يظهر نفسه أنه يعني سعيد جدا بالمناسبة وقلب المناسبة إلى مأتم. هذه الحقيقة يفترض أن نوقف استهتار المستهترين. هذا الأمر صحيح، نحن تحدثنا عن مسؤولية الحكومة المحلية في بداية الكلام، لكن لا يجب يا أستاذ محمد أن نخلي مسؤولية المواطن. لأن يتحمل نعم من المسؤولية. ثلث من المسؤولية وربما نصف المسؤولية يقع على المواطن الذي قلب هذا يعني مكان الجميل السعيد في لحظات جميلة وزاهية قلبها إلى مأتم. إذن يفترض أن تسن المجلس النوابي سن قوانين رادعة لمثل هذه التصرفات، وإلا أستاذ ما فائدة إعلان الحداد لمدة شهر أو شهرين أو عام كامل؟ هل هذا يعيد الضحايا؟ يعني تخيل معي حينما تابعت قبل قليل، وهذه المشاهد لأول مرة أتابعها، مواطن يبحث ما بين أكوام الرماد عن أي أثر يدلل على الفقيد الذي فقده. في الصباح كان أحد الأشخاص يحمل يعني بقايا ثياب والدته وهو يقول هذا ما تبقى من والدته. لم يجد أي أثر. نحن أمام مأساة. يعني هو ليس قضية يعني موت عادي، نحن نتحدث عن إنسان أكرمه الله سبحانه وتعالى، وهذا الإنسان في لحظة تحول إلى كومة رماد. صحيح. القضية مأساة وطنية حقيقية، يفترض أن نعمل معا، أنا أقصد نحن الإعلام، البرلمان، الحكومة، القوى المؤثرة، يفترض أن نضغط على أصحاب القرار من أجل العمل على سن قوانين رادعة لهؤلاء قبل أن نجد أنفسنا في قابل الأيام أمام كوارث متشابهة. إذن القضية بحاجة إلى وقفة عقلانية وعدم الجلوس على التل والتباكي. يفترض الحزم بالقانون، وإلا فأعتقد أنه الكارثة ممكن أن لا قدر الله أن تعود في أي مكان أو في أي يوم من الأيام. نعم. إذن دكتور حامد، أيضا يعني بالتأكيد السوداني الآن سيختار الحل التقليدي مثل ما يفعل كل رؤساء الحكومات السابقة بأن يشكل لجنة تحقيقية. يعني ما الذي يمكن أن تحققه هذه اللجان التحقيقية وما حصل أيضا من قبل من النتائج السابقة؟ يعني لم تحصل أي نتائج لهذه اللجان التحقيقية، ما الجدوى منها إذن؟ بالتأكيد لا جدوى من أي إجراء الآن شكلي، يعني إذا كان مثل ما قلت يعني نعي، ويعني مثل ما يقولون الآن حالة الحزن والمواساة يعني الرسمية والشعبية وغيرها، هذه لا تداوي جرحا يعني على الإطلاق، ولا تعيد
الضحايا إلى أهاليهم وإلى محبيهم وإلى شعبنا. يعني هذه فاجعة كبيرة بحيث وصلت إلى يعني أقصى الدنيا الآن، يعني على مستوى رسمي رؤساء دول كبرى الآن يعزون الشعب العراقي، لأنه بالفعل هذه لا يمكن السكوت عنها. لا السوداني يستطيع أن يخرج من هذه النكبة بوجه يعني مرضي، ولا الحكومة ولا النظام السياسي على الإطلاق، ولا من يقف وراها. لذلك أنا كنت أنتظر الحقيقة وأقولها بملء الفم الآن، كان على الحكومة ورأس الحكومة وهذه الطغمة الفاسدة أن أحد يخرج ليعلن استقالته. يعني يجب أن يكون هناك ثقافة حقيقية، مثل ما تفضل ضيفك الكريم أنه إحنا بحاجة إلى ثقافة شعبية، ثقافة مجتمعية، لأن فعلا أن نتجنب مثل هكذا حوادث، مثل هكذا كوارث. لكن بالمقابل أيضا نحن نعيد ترتيب أوضاعنا بثقافة، ثقافة الاستقالة، ثقافة تحمل المسؤولية. يجب أن يكون هناك شخص يعني يتحمل، يحمل ذرة ضمير وذرة مثل ما يقولون ضمير وطني إنساني مهني في الحكومة سواء أو في مجلس النواب. يعني نعم تمام يعلن يقول، يفجر بوجه الفاسدين هذه المفاجأة أنه نحن نتحمل مسؤولية، علينا أن نتنحى، لأنه هذا البلد الآن قدم مئات الآلاف من الضحايا والشهداء على مر السنين، عقدا من الزمن لغاية الآن. إحنا ندفع دماء، ندفع دمار، بنى تحتية، مستقبل أجيال قادمة، كيف نرمم الوضع النفسي لأبنائنا لأحفادنا إذا لم يكن هناك تحمل لمسؤولية حقيقية؟ هذه مسؤولية الحكومة، مسؤولية النظام السياسي، أن يظهر أحدهم. وكان الأجدر والله أنا لو بمكان رئيس الوزراء، ولو لم أتمنى ولن أتمنى أن أكون في هذا الوضع، لكن أقول شيء علي كان أن أعلن استقالتي، لأنه أنا أتحمل مسؤولية شئنا أم أبينا. إذا كان هناك في يعني المحافظة، كان هناك تقصير في الحماية المدنية، في أي شيء في الرقابة الرسمية والشعبية، الرئيس الوزراء والحكومة هي من يتحمل مسؤولية الأولى والأخيرة عما يجري، حتى في زوايا بسيطة في المجتمع العراقي الآن، لأنه هناك تقصير حقيقي حتى ثقافة المجتمعية يتحملها النظام السياسي. كيف نعلم، كيف نربي، كيف نرفع بمستوى الثقافي لمجتمعنا في حماية نفسه، في حماية حياته؟ هذه مسؤولية صار لهم 20 سنة أخي، لذلك احنا نتحدث بالطريقة الشعبية، 20 عام لم يفلحوا في تقديم شيء مفيد للشعب العراقي، هذه كارثة هي بحد ذاتها. لذلك أنا لما أقول أنه فساد، هذا الفساد مستشري. الآن نعلن بملء الفم أنه كفانا تحمل نتائج هذا الفساد. هذا فساد وسرقات ونهب وسلب أرواح الناس الأبرياء، يعني عوائل بأكملها قدمت الآن ضحايا لمغامرة، لكارثة، لتقصير، سمي ما شئت، لكن هناك الآن ضحايا كثر الآن في والقادم لا سمح الله إذا بقت هذه الطغمة الفاسدة على هذا الحال يكون أكبر. لذلك أنا أقول علي أن يضرب مثل أحدهم، يضرب مثل بشكل واضح للشعب العراقي نحن نتحمل مسؤولية، ويقدم نموذج لثقافة الاستقالة وتحمل المسؤولية. هذا هو القصد الآن. نعم. علي رئيس الوزراء، على الطغمة الفاسدة، وعلى الشعب العراقي. أنا لا يعني فقط أحصر المسؤولية، على الشعب العراقي أن يكون ردة فعل هذه المرة استعادة جذوة ثورة 20. أنا أقولها بملء الفم أيضا، ثورة شعبية إذا لم يتحمل المسؤولية أي رئيس وزراء أو أي وزير او اي مسؤول، اذا كان في المحافظه في يعني مسؤوليه الحكومه المحليه او الحكومه المركزيه، على الشعب العراقي ان يقول كلمته هذه المره، ان يقلعهم من جذورهم، يقول لهم كفانا 20 عام انتم لن تتحملوا المسؤوليه ولن تتحملوها في المستقبل، لانه جربناهم اخي، انتهينا الان، يكفي
يكفي الآن الشعب العراقي، النفس العراقية، الروح العراقية أيضا ثمينة، ثمينة لدينا ولأهاليهم، ثمينة المستقبل. هناك ضحايا، إلى متى تستمر هذه العملية؟ علينا فعلا أن نقول هذه الكلمة ونصر على أنه التغيير القادم يجب أن يكون تغيير جدي جذري يصب لمصلحة مستقبل العراق، الاستقرار الأمني، الاستقرار المجتمعي، لازدهار هذا الشعب. الشعب العراقي يستحق الأفضل، يستحق الكثير، يندفع الحقيقة. شعب صابر مثابر، حاولنا كثيرا أنه فعلا يعني نأتي بمن أفضل للسلطة. جربوا الانتخابات وطلعت كلها كذب وفساد وتلاعب بمقدرات الشعب العراقي وبقراره وبإرادته. جربنا كثير من المحاولات لكنه لم نفلح بأنه فعلا هناك حل. لا هم يفهمون ولا الأمريكان المجرمين يفهمون ولا نظام الولاية الفقيه العنصري يفهم بأنه الشعب العراقي حق بالعيش الكريم الحر الآمن مثل ما هو حق شعوب أخرى. لذلك أنا أقول هذا الحادث يجب أن يكون فعلا ما نسميه إحنا فزعة، فزعة عند العراقيين أنه يثورون. أكتوبر 1 أكتوبر قريب الآن، علينا أن نثور ونطيح بهذا النظام. نعم نعم، سأعود إليك أيضا دكتور حامد الصراف. أيضا يشاركون أيضا الشيخ فايز الشاهوش المتحدث الرسمي باسم مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية. مرحبا بكم شيخ فايز معنا. فايز تسمعوني؟ طيب إذا فاصل قصير مشاهدينا ونواصل. مفروض هذا السقف كله ملغم بهذه القناني مال 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 طفايات. انت تاخذ 20-25 ورقة ها وما تعرف تدخل طفايات، اعدام. عائلة كامل راحت لي، عائلة كامل، اثنين لقيتهم واربعتهم ورود. لو انا رايح لهم ما وين ما كان عندي ورد بالبيت راح، عائلتي واطفالي واخويا. هاي شعالة واحد بسقف، سقف يشتعل، صار نار بالسقف، كله سقف يشتعل مرة واحد، لأن كله سندويش بنر وفلين وهاي قماش كله يشتعل ويقع فوق العالم. عندي صديقي وعائلة بالكامل مات، هو وأطفاله وأمه وزوجته كله. أنا جاءنا وأمي وأخويا، هذا ابن أخي مفقود. مفقود بس أي صد، رحنا على الطب العدلي معك، رحنا دورنا بالميتين بالأحياء بالجرحى معك، جينا هنا على الأربيل لا أنا أقو لا أنا لا مستشفى أقو وين 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 راح وين راح.
مرحبا بكم مجددا مشاهدينا الكرام في هذه المتابعة الإخبارية الخاصة بفاجعة قاعة العراس في الحمدانية. الصور دكتور جاسم حقيقة مؤلمة، الصورة هي التي تتحدث، كيف تعلق على ما يحصل؟ والله مؤلم، مؤلم جدا أنك تشوف الإنسان الكريم يعني يحرق، أطفال يعني لاحظنا قنينة الحليب لطفل يعني، وأنا متأكد أن هذا الطفل يعني تفحم، أطنانه حديد يعني. السؤال هذا حينما نتابع الصور بدقة لاحظ أنه أطنان الحديد في القاعة هي كافية لموت الإنسان. يعني أي صورة الآن تظهر على الشاشة نلاحظ يعني ربما أكثر من 3 أو 4 أطنان من الحديد موجودة في وسط قاعة، أين كانت هذه؟ هذه كافية لموت الحضور حتى لو لم يحرقوا بالنيران، كانت للتسقيف فقط. القضية كلها بدون يعني هندسة صحيح وبدون أمان، المجرد بناية أريد منها يعني الاستغلال المادي للآخرين. لاحظت هذه السقوف قريبة جدا يعني، قريبة مجرد جدا هذه الإطلاقات البسيطة، يبدو أنه مبني بشكل يعني غير تقليدي جدا، وبالتالي يعني ربما حتى الدفاع المدني يعني لم ينجح في الإنقاذ، وإنما ساهم حتى في زيادة الكارثة، لأنه إسقاط يعني كما سمعنا من بعض الضحايا أنه تم استخدام الجرافات والشفلات لمحاولة يعني السيطرة على الحريق، وبالتالي اسمح لي دكتور يعني أظن أنه القضية قضية مؤلمة، تفضل. فعلا. نعود مرة أخرى للشيخ فائز الشاوش، هل أنت تسمعنا الآن دكتور شيخ فائز؟ نعم حياكم الله، ماذا تقولون في هذه الفاجعة، حريق قاعة العراس بالحمدانية التي أثارت غضب الشعب العراقي عموما؟ تفضل. تحية لكم وإلى مشاهديكم الكرام، الرحمة والخلود للمتوفين منهم والشفاء العاجل للمصابين. ما حصل من كارثة راح ضحيتها مئات من الأطفال والنساء هي نتيجة وواحدة من أهداف المكاسب الاقتصادية التي تنتهجها الميليشيات المسيطرة في مدينة الموصل وأطرافها، مستندين على ارتباطهم بجهات سياسية متنفذة، في الوقت أن إهمال هذه القاعات من الربط الكهربائي وعدم وجود إطفائيات، وقد يكون متعمد بوجود صراعات حتى بين الميليشيات على من يسيطر على المكاسب الاقتصادية أكثر من غيره. نعم شيخ فايز تفضل. ثانيا، وقد يكون الهدف الثاني هو تهجير أهلها واستبدالهم بوجوه أخرى موالية لهذه الميليشيات وهذه الأحزاب المرتبطة ارتباطا فعليا بإيران، وهذا تارة من خلال حرق المزارع وتارة من خلال اعتقالات ومداهمة، وهذا مشروع يبدو بأن الميليشيات بدعم إيراني وبدعم من الأحزاب الموالية لإيران لن يتوقف، ليس فقط بالموصل بل إنما بجميع المحافظات السنية. يعني ترجح شيخ فائز أن يكون هذا العمل مدبر لهذه الأهداف التي ذكرتها وأن يكون وراءها الميليشيات، ولكن إذا انتهت التحقيقات بكون أحد الأفراد الميليشيات أو قادتها هو المسؤول عن هذه الحادثة، برأيكم هل يستطيع مثلا تستطيع الحكومة أن تلاحق هذه الشخصيات من أفراد الميليشيات وقادتها؟ يعني نتمكن من القول إذا كانت هناك قيادة وسيطرة لهذه الحكومة والحكومات التي سبقتها، لن تتمكن هذه المحاكمة هذه الحكومة من محاكمة أي عنصر ميليشياوي، حتى إذا كان المتوجن به أنه الهيمنة والسيطرة ليس للحكومة بل إنما الهيمنة والسيطرة في جميع العراق هي الميليشيات وقادة الميليشيات والأحزاب المرتبطة بإيران وللمنهج والمشروع الإيراني في العراق وفي دول المنطقة كافة. نعم، إذا شكرا جزيلا لك لهذه المشاركة، المتحدث الرسمي باسم مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية الشيخ فايز الشاوش، شكرا لك.
أعود دكتور جاسم، كنت تتحدث عن ما حدث ومن سوء لهذه الإجراءات، وأيضا ذكرت أنه داخل هذه القاعة، ولكن ما لفت نظري أيضا تصريح مديرية الدفاع المدني دكتور جاسم، ذكرت أنه هناك بابا واحدا فقط، وكانت هناك أبواب داخل هذه القاعة ولكن كلها موصدة مغلقة. ما الذي ترمي؟ هل تريد أن تنأى بنفسها عن المسؤولية مديرة الدفاع المدني، أم تشير إلى وجود مثلا تعمد أو شبهة بذلك؟ لا يوجد شبهة بالموضوع، صور واضحة أستاذ محمد، حادث عرضي، لا ندافع عن أحد، صحيح، يعني الله سبحانه وتعالى وهب الإنسان العقل، والصورة واضحة، يعني الأمر واضح، وهذا يعني لا يحتاج إلى مزيد ذكاء. يعني القضية أنه أكو استهتار من بعض الحاضرين في إشعال يعني الألعاب النارية داخل قاعة بدائية، يعني قاعة من الخيمة من القماش، وهذه الخيمة غير يعني سريعة الاشتعال، صحيح. وأحد شهود العيان قال هذا الصباح، قال خلال أقل من ربع ساعة انقلبت القاعة إلى جحيم. وهذا يعني أنه القضية هنالك عدم احترام لشروط السلامة والأمان في القاعة. أما قضية الصراع على ما بين الميليشيات وهذا موضوع آخر أستاذ محمد، هذا واقع يختلف، وهذه حادثة تختلف، ذلك الواقع احنا غير مختلفين عليه، قضية يعني الأتاوات وغير ذلك من الأمور، هذا الأمر متفقين عليه، لكن في زاوية أخرى، ليس في هذه الزاوية. نحن نتحدث اليوم عن حادثة محددة، صحيح. في مكان محدد اللي هو قاعة الهيثم، والتغطية متعلقة ب حادثة الهيثم فقط، غير متعلقة بأي جانب، صحيح. آخر بالموصل، صحيح أم أنا مخطئ؟ نعم تمام. إذن الكلام يعني اليوم منحصر على كيف جرى أو وقع حادثة الهيثم. حتى مديرية الدفاع المدني يعني لم تستطع برأيكم في بهذه السرعة أن تسيطر على هذا الحريق؟ مستحيل. أحد الناجين قال خلال أقل من دقيقة الأمر احترق، حتى إن أرادوا الاتصال بحاجة إلى كذا دقيقة، الوصول بحاجة إلى كذا دقيقة. وبالتالي أنا أعتقد حتى يعني يحسم هذا الأمر، يفترض تقديم رئيس بلدية الموصل، عفوا قبل ذلك تقديم يعني مساءلة إلى محافظ نينوى أمام البرلمان، ثانيا تقديم رئيس بلدية مدينة عموم مدينة الموصل إلى القضاء الحمداني إلى القضاء، وأيضا رئيس بلدية الحمدانية إلى القضاء، وأيضا التحقيق مع مسؤول الدفاع المدني في عموم الموصل ومسؤول الدفاع المدني في الحمدانية. هذا من جانب. من جانب آخر يفترض، وهذه نقطة مهمة للعلاج حتى لا نبقى نتباكى، يفترض تشكيل لجنة وطنية عراقية. هذه اللجنة مسؤوليتها إعادة النظر في كافة قاعات المناسبات، أي بعد مناسبة هذه الحادثة، بعد هذه الحادثة، صحيح. والتركيز على شروط السلامة والأمان، وبالذات منظومات الإنذار المبكر للحرائق والأطفائيات. هذا الأمر مهم جدا، وإلا فأعتقد أننا سنعود بعد عدة أيام إلى كارثة أخرى، كما يعني نتابع، صحيح. منذ حادثة ابن خطيب، تعلم أن القضية مشابهة تماما لهذا، صحيح. الأمر، نعم. المادة المبنية منها هذه مادة سندويتش بنر، هي نفس المادة الموجودة، صحيح. هنا لكن مع الفارق أنه هنا موجودة خيمة بالإضافة للسندويتش بنر، هنالك خيمة، وبالتالي عجل من قضية، صحيح. الاحتراق. إذن القضية بحاجة إلى وقفة قانونية، تقديم رئيس بلدية الموصل والحمدانية إلى العدالة، تقديم مسؤول الدفاع المدني في الموصل والحمدانية إلى العدالة، على اعتبارهم، على اعتبار أنهم أخلوا بالمسؤولية الوظيفية، وأيضا مساءلة محافظ الموصل، القضية بهذا الاتجاه، وإلا فأعتقد أنه الأمر يعني سينتهي التحقيق إلى ربما تماس كهربائي، ربما، لكن الحقيقة لا يوجد أي تماس كهربائي ولا يوجد أي عمل تخريبي. القضية هو استهتار بعض المدعوين بأرواح الحضور
ولم ينتبهوا، أو ربما لا أريد أن أقول تعمدوا، لم ينتبهوا إلى أن السقف من مادة قابلة للاشتعال، وبالتالي قاد هذا الاستهتار إلى هذه الكارثة الوطنية المؤلمة. قبل أن نعود إلى دكتور حامد صراف، إذا المشاهدين الكرام فلنتابع هذا التقرير المصور. ما زلنا معكم مشاهدينا الكرام من الرافدين في هذه المتابعة الإخبارية الخاصة بفاجعة قضاء الحمدانية وقاعة العراس في هذا القضاء. دكتور حامد الصراف، نعود إلى السؤال الجدلي، وقبل قليل أيضا استفاض فيه الدكتور جاسم الشمري، يعني وفقا لرواية الحكومة وما تابعناه أيضا من مشاهد مصورة ربما كانت مباشرة في بدء الحادث، أن ألعاب النارية قد تسببت بالفعل في نشوب هذا الحريق والحادث. لكن السؤال، هل يمكن ترخيص مكان كبير ببقعة عراس يكتظ فيها ربما مئات الأشخاص في هذه المساحة الضيقة دون اشتراطات لأبرز شروط السلامة، ومنها ما يختص بشروط الدفاع المدني أقصد؟ لا بالتأكيد، هو إذا فرضنا أنه يعني موجود هذه السياقات، يعني قضية الترخيص والإجازة وغيرها، فهذا بالتأكيد هناك يعني مخالفات واضحة ما تقبل الشك، لأنه لا توجد معايير أدنى المعايير اللي يعني المفروض تستوفي شروط هكذا بناء، وهكذا يعني تستوعب هكذا عدد من المحتفلين. يعني المعايير ما موجودة، وسائل الإطفاء وغيرها وأجهزة الإنذار المبكر غير موجودة. فالأكثر من هذا هو أنه الحقيقة مثل ما قلت في البداية في المداخلة الأولى، أنه هناك عقوبات على صاحب هذه البناء الصالة، يعني ممنوعة، يعني هناك مثل ما تجميد للترخيص أو رفض لإعطاء ترخيص، يعني وبالتأكيد يعني هذه تقف وراها جهات مستفيدة من العملية، يعني هناك فساد، هذا الفساد الحقيقة، هناك رشاوة، هناك يعني أتاوات، هناك أيضا تجاوز على هذه المعايير اللي احنا ثبتناها. أنا أجيب لك أيضا مثال بسيط الحقيقة سمعته من أحد المتابعين، يعني أحد شهود العيان في الصالة، هو اللي خبر على نشوب الحريق، بداية نشوب الحريق، وقال بصريح العبارة، قال حتى الأطفائية اللي جاءت والدفاع المدني كان مقصر إلى حد بعيد، لأنه جت تنكر واحد، سيارة أطفاء واحدة أعتقد حجمها سعتها 10,000 أو 15,000 لتر من الماء، يعني الخرطوم اللي موجود، يعني ما تسمي الصوند الإطفاء الموجودة من السيارة إلى القاعة طولها 15 متر، والقاعة عرضها أو مساحتها أو طولها وعرضها يتجاوز 40 متر، 45 متر. فإذا كيف تتم عملية الإطفاء من الناحية الفنية؟ ما هذا يعني التقصير في الخدمات؟ أين تذهب أموال الشعب إذا كان أطفائية في الحمدانية كلها تمتلك فقط سيارة أطفاء واحدة؟
والدفاع المدني يقصر. صحيح جاء يمكن في حدود ربع ساعة بعد نشوب الحريق، والحريق انتهى يعني قضى على كل ما موجود من 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 بشر ومن سقف وغيرها. طبعا والاشتعال قلنا انه هذا السندويتش بانل يعني سريع الاشتعال، فاشتعلت الصالة كلها، فاجوا متأخرين. لذلك انا اقول هذه مستلزمات، هذه الاحتياطات اللي يجب ان تتوفر في كل الأحوال في الحمداني، في قضاء الحمدانية وغيره. علي الحكومة، على الجهات الرقابة الرسمية أن تتابع العمل بدأب بحرص، لا تترك الأمور والمجال إلى الميليشيات وإلى المستفيدين، إلى يعني حيتان الفساد الذين يتحكمون بمصائر الناس الآن. هذه قضية جوهرية. أنا أريد أقول أيضا من ناحية سياسية، هناك جانب سياسي يجب أن لا نغف له. هناك صراع على الساحة العراقية يجب أن نتوقف عنده عبر قناتكم الموقرة، يجب أن فعلا نلفت الانتباه إلى أنه العراق الآن مستهدف. العراق لا يكترث، لا تكترث لا أمريكا ولا إيران ولا الناتو اللي عنده قواعد الآن على الأرض العراقية، وهاي الصراع موجود الآن. لا ننسى العراق منذ دخول القوات الأمريكية كغزاة إلى العراق العمل بصراع كبير على الساحة العراقية. لذلك احنا لما نقول قدمنا مئات الآلاف، هذا كلام صحيح، لأنه شهداء، تلو الشهداء، كواكب من الشهداء يأتون كل فترة. فلذلك أنا لا أستبعد بعد زيارة السوداني وفشلها في اللقاء ببايدن، هناك يعني إسقاطات لهذه العملية، عملية الفشل في التنازل. هناك أنا أقولها بملء الفم الآن، وهذه راح نكتشفها خلال الأيام الساعات الأسابيع القادمة، أن هناك ضغوط على العراق من أجل التطبيع مع إسرائيل، مع الكيان الصهيوني. هذه القضية الحقيقة أنا لا أستبعد أنه الصهاينة وأمريكا الغرب وإيران الآن تتنازعان على الوضع على الساحة العراقية. من يضع قدمه بقوة على الساحة العراقية؟ من يستأثر بكل السلطة؟ هاي المنافسة الحقيقة الآن تحرج أي جهة وتزعزع الثقة حتى الشعب العراقي الآن. أنا أقولها وأقول الحقيقة، وهي تجارب شعوبنا العربية والإسلامية، من أنه الصهاينة والإمبريال الأمريكية يعمدون إلى تفتيت الشعوب، يعني تشويه النسيج الاجتماعي وتمزيق الصف الوطني، وطبعا غياب أيضا تغييب السلطة. لا توجد سلطة الآن في العراق، لا توجد دولة، توجد سلطة ميليشيات ومافيات، لا توجد مؤسسات دولة حقيقية. هذا هو سبب الفساد، سبب المحاصصة، نظام المحاصصة اللي جابته أمريكا منذ مؤتمر لندن في نهاية 2002. لذلك لما أقول هذا الكلام أنا مسؤول عنه، أنه بالفعل يجب أن نحذر المستقبل القادم إذا بقى الوضع على حالة يكون أكثر مأساوية. الكوارث سوى لا سمح الله سوف تحل تتابعا. لذلك هذه لا تنفصل عن السباق السياسي العسكري الأمني الذي يدور على الساحة العراقية بين الصهاينة وأمريكا والغرب العنصري من جهة، وبين الشرق أيضا من جهة ثانية. هذه أيضا لا ننسى إيران وغيرها. يعني الموضوع الآن أكثر تعقيد من أنه حادث بسيط الآن يحدث في صالة أعراس واحتفالات وغيرها. أنا لا أستبعد، وحتى طبعا أقولها أيضا بشكل أوضح، حتى ولو حدث بالتحقيق أن وجدوا هناك متهمين، لأنه في ديالة حدث اغتيالات قبل شهرين ثلاثة. الآن يقولون أنه داعش بخلاياها النائمة بدأ الآن تنهض. هذه لعبة مخابراتية واضحة، يعني داعش وماعش هذه لعبة الحقيقة. أمريكا وإيران وأجهزة المخابرات الإقليمية والدولية تستفيد منها. الآن الصراع أيضا نشوفه إحنا في كارباخ، في أوكرانيا، في أوروبا، يعني أطراف كثيرة إقليمية ودولية الحقيقة تلعب لعبة الهيمنة على منابع الطاقة، مصادر الطاقة، النفط، الدول الغنية التي يرغبون في أن يعزلون شعبها عن ثرواته، أن تسرق هذه الثروات وتفتت هذه الشعوب. لذلك أنا أدعو شعبنا إلى فعلا رص الصف الوطني
وعبر قناتكم الموقرة رص الصف الوطني الانتباه إلى أن المؤامرة التي تحاك ضد بلدنا وضد شعبنا ومستقبله مؤامرة كبيرة جدا. علينا أن ننتبه إلى أنه بالفعل أن نوحد جهودنا، نوحد خطابنا، أهدافنا، بأنه العمل يجب أن يكون باتجاه منع إبقاء هذه الطغم الفاسدة على رأس السلطة من جهة، وأيضا إخراج طرد كل المستعمرين والمحتلين والغزاة إذا كان ميليشيات وإذا كان قوات إيرانية وإذا كان قوات أمريكية أو حلف الناتو. نعم. إذن أيضا نشرك معنا من بغداد الصحفي والناشط المدني عادل الجبوري. مرحبا بك سيد عادل معنا. حياك الله. إذن حريق قاعة العراس، عراس ابن الهيثم في الحمدانية، هذه الفاجعة التي أثارت غضب الشعب العراقي عموما بعد تكرر الحوادث نفسها في الأعوام الماضية في مستشفى الحسين وابن الخطيب وحتى حادثة العبارة، هل يمكن أن تعفي الحكومة من تحمل مسؤولية ما حدث في الحمدانية؟ نعم، تحياتي لك وإلى مشاهدي قناة الرافدين الفضائية. اليوم مجزرة قضاء الحمدانية، فاجعة قضاء الحمدانية أو قاعة الموت كما تسمى اليوم، هي حالة حال العبارة التي راحت ضحيتها مئات الناس. العراق اليوم يشهد حوادث كلها بسبب الفساد الإداري الموجود. هذه قاعة لولا الفساد لما سمح لها بالعمل، لأنه الدفاع المدني من إجه يقول هذه مبنية من المواد القابلة للاشتعال. طيب أنت وين كنت بأثناء الكشف على القاعة هذه وانطيتها موافقة؟ لكن الفساد والعمل السياسي اللي هي تابعة لإنشاك هذه القاعة، أنت وين كنت ما شفت عليها وسويت تقرير أنه هذه القاعة لا يجوز أن تفتح؟ فكر شان أبوابها، منظومة الحريق، منظومة الانذار المبكر وينها؟ ليش بقية القاعات اللي ما عندهم أحد تحاسبوهم على بور المي؟ مدير الدفاع المدني في محافظة نينوى يتحمل المسؤولية، ويتحمل المسؤولية أيضا وزير الداخلية العراقي. وزير الداخلية يتحمل المسؤولية، وأنا أدعوه إلى الاستقالة، أدعوه إلى الاستقالة لأنه فشل في إدارة وزارة الداخلية. قاعد بمركز شرطة يقوم بمنصب أدنى. روح للدفاع المدني شو ايش يحتاجون، ما عندهم كل شيء، سيارات متهالكة. هذه ما ننسى احنا العمارة اللي احترقت مال اللي ماتوا وذابوا الناس فيها بالوزيرية أربعة أيام تحت. نعم، إذا فقدنا الاتصال بسيد عادل الجبوري، نشكره الشكر الجزيل. دكتور جاسم، نعود مرة أخرى. حقيقة دكتور حامد الصراف حاول الربط بين ما حدث وبين الوضع السياسي عموما والوضع الأمني وما يحاك للعراق من مؤامرات كما تفضل، ولو كان هذا، حتى لو كان هذا الحادث عرضيا أو طبيعيا يمكن أن يستغل في هذا الجانب أو في هذه الجوانب، يعني ربما يستغل لممارسة ضغوط سياسية دولية أو إقليمية كما قال الدكتور ما رأيك؟ صدقني هذا الحادث سينسى خلال يومين ثلاثة أيام ينتهي، والكارثة وقعت على من وقعت عليه. كل ما يجري هو تعاطف لا يثمر عن نتيجة، كما حدث مع ضحايا مستشفى الحسين، مع ضحايا ابن الخطيب، في عشرات الأماكن، فنادق. وبالتالي القضية يعني اليوم مثلا أحدهم يلعب على وتر يعني الانتخابات البرلمانية وغيرها، ويدعو إلى اعتبار هؤلاء شهداء وتقديم المخصصات الشهداء لهم. هذا تلاعب بالقانون، تلاعب بمشاعر الناس، ضحك على الذقون. يعني نحن أمام حادث يعني يحصل لكن بمستويات أدنى في أي مكان. الحادث هذا يختلف لأنه الأعداد ضحايا كبيرة. حينما يحاول هذا الشخص الذي يريد أن يحصل على يعني أكبر عدد ممكن من الأصوات، ويقلب الأمر إلى دعاية انتخابية عبر اعتبارهم
شهداء. هذا يعني أنه أي حادث سير نعتبرهم شهداء، أي سقوط عامل من أي مكان بالعمل نعتبره شيء. هذه فوضى. يفترض احترام المواطن. حينما نحترم المواطن، المواطن ليس بحاجة إلى أن تعتبره شهيدا. هذا مسألة الضحك على مواطنين لم تعد تنطلي على العراقيين. وبالتالي أنا أقول إنه هذه القضية ستنسى، مثل ما نسيت يعني مئات يعني الكوارث التي وقعت على العراق. لكن بالمقابل أنا أعتقد، وتعقيبها على كلام الأخ الصراف، قضية محاولة القوى الخارجية تشتيت اللحمة المجتمعية العراقية، أنا أعتقد أن هنالك جانب كبير يعني إيجابي في هذه القضية. كيف؟ هذا الجانب رأينا نحن الآن يعني على دين مختلف عن صحيح. دين الضحايا. هم من الدين المسيحي ونحن من الدين الإسلامي، لكن التأثر واضح علينا، لأننا نتعامل مع جزء من الشعب العراقي. نحن نتحدث عن أبناء المكون المسيحي، المسالمين، الودودين، المؤدبين، الوطنيين. حقيقة أنا يعني أعجز عن وصفهم، لأن كنا معا في مناطق بغداد، وبالتالي أنا أعرفهم معرفة جيدة. يعني هم من النوع المميز بالأخلاق، بالسلوك، وكان أيضا ضحية هذا المكون منذ عام 2003 مثل بقية تعرض المكون. للتهجير ويعني للأذى من الميليشيات والقوى غير النظامية في البلد. وبالتالي هذا الأمر، هذه الحادثة، رأينا كيف أن المسلمين قبل غيرهم تسابقوا من أجل التبرع بالدم في مستشفيات الموصل، وهذه دلالة على فشل المخططات الهادفة لتشتيت اللحمة المجتمعية العراقية. إذن أنا أراهن على العراقيين، أراهن على الشعب العراقي. لا يمكن أن نراهن على القوى السياسية غالبيتها تلعب على أوتار المصائب. حينما تكون مصيبة، هذا النائب يظهر بيان، وهذا النائب يدعو إلى اعتبارهم شهداء، وهذا يدعو إلى تعويضهم، وهذا يدعو. هذه كلها أمور هي انتخابات، يعني دعايات انتخابية، مجانية. إذن نراهن على الشعب العراقي. نراهن بشكل كبير. في آخر دقيقتين أيضا دكتور حامد، إذن من حيث ما انتهى دكتور جاسم، نراهن على الشعب العراقي، هل يمكن للحراك الشعبي بسلميته أن يتصدى لهذا القتل الممنهج وهذا الإهمال الحكومي لما يحصل من هذه الحوادث التي تستنزف الشعب العراقي؟ بالتأكيد أنا أتفق مع الدكتور جاسم، ومع يعني أيضا سؤالك يعني بفحوى إيجابية، وهذا هو مشاعرنا الحقيقية كعراقيين. نحن متأخون، نحن نحب بعضنا، عبر مئات السنين تعايشنا بود وسلام وأمان، يعني وإن اختلفنا في الدين والمذهب والعرق، ولكنه هذا العراق، عراق الجميع، عراق المحبة، عراق السلام. هاي بغداد كانت دار السلام، يعني عاصمة الدولة الإسلامية وعاصمة العالم كانت. لذلك أنا ما يعني أشك ولا قيد أنملة من أنه العراقيون يستطيعون بذاتهم، بفطرتهم، أن يتجنبوا فعلا هذه المخططات يعني التدميرية التي مر بها العراق. لكنه صمد العراقيون، صمدوا. لذلك هذه المحنة اللي يمرون بها، هذه الكارثة للأسف الشديد والفاجعة، أعتقد سوف تزيدهم لحمة، مثل ما تفضل دكتور جاسم. وإحنا من أنه القادم الحمد لله أن نقول يكون ردا على كل هذه المخططات، أن يكون أفضل لشعبنا ومستقبل أبنائنا. شكرا جزيلا لك دكتور حامد الصراف، الأكاديمي والباحث السياسي. في كلمة صغيرة بثواني دكتور جاسم، أنا تختم بها. أقول لأهل أهلنا يعني في مصابهم هذا، في الحمدانية، نحن معكم، مصابكم مصابنا، ونتمنى السلامة للجرحى، وحقيقة العزاء الخالص لعوائل الضحايا، ونأمل أن تكون هذه خاتمة الكوارث في بلادنا، ونأمل أن يتلاحم الشعب العراقي أكثر في مثل هذه الحالات، وقد أثبتوا اليوم حقيقة أنهم على قدر المسؤولية الأخلاقية والدينية والشرعية والوطنية. شكرا جزيلا لك أيضا دكتور جاسم الشمري، وشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.